تضامنا مع لبنان ومن وحي العلم اللبناني وألوانه وأرزته، أطلق مصمم الديكور والأزياء المصري محمد نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعته الجديدة للأزياء النسائية. المجموعة الجديدة أطلق عليها نور اسم لبنان بالقلب، وأعلن أنه رح يعرضها خلال أسبوع الأزياء العالمي بدبي ب9 نوفمبر. مبادرة أكيد كتير حلوة، مبادرة محمد نور 100%. يعني بتجنن، شفت الديزاينز، وكمان اعتمد كتير على الأولى، وفينا نقول أنه اعتمد كتير على الـ AI، وفينا نقول أنه هيدي الكولكشن منا الأولى له. فكان من فترة كمان أطلق مجموعة بتدعم غزة تحت عنوان حرة، وكانت مستوحاة كمان من الكوفية الفلسطينية. خلينا نرحب فيه. أكيد. أهلا وسهلا فيك محمد نور. أهلا بكم. أهلا بكم محمد. خبرنا أول شيء مجموعة لبنان بالقلب، نعرف أنه اسمها هيك بيعبر عنا، بس بدنا أنت تخبرنا لشو بترمز هيدا المجموعة. المجموعة طبعا سبورت لبنان على الأحداث اللي حصلت دلوقتي، خصوصا أن أنا جدتي كمان لبنانية، فحاولت أعمل حاجة زي ما عملت قبل كده لغزة، أن أنا أعبر عن اللي جوايا بالتصميمات بتاعتي. اوكي، بس يعني المره دي هنطلعها الناس اسرع شويه من حره ان شاء الله. حلو. يعني ذكرنا بالبدايه انك اعتمدت على تقنيه الاي اي او الذكاء الاصطناعي، ليه قررت انك تعتمد على هيدي التقنيه وشو الفكره من الموضوع؟ بالضبط، انا بشتغل بالذكاء الاصطناعي دلوقتي بقالي حوالي اكثر من سنه تقريبا. ابتديت قبل مجموعه حره، عملت مجموعات، كان في مجموعات عن الفن المصري القديم، مجموعات عن كذا حاجه. لما ابتدينا في الكولكشن بتاع حره، قدمت دوت بالذكاء الاصطناعي، والحمد لله ده لقى قبول جدا عند الناس، لان هم بيشوفوا المنتج بشكل شويه اقرب للحقيقه. بس انتوا بهالطريقه محمد يعني عم تقدر تختصر كثير قصص من قدامك، يعني بتختار احلى مودلز، بتتجنب الفوتوشوت اللي بتعملوه قبل العرض، يعني صار عم بيهين شغلكم. لا طبعا ده مش ما بيعوضش خالص عن الشغل الريل. اوكي، لان انت مع التنفيذ بيبقى في حاجات بتتعدل، في حاجات يعني الحياه اللي بتكون في الفستان هي اللي بتظهر بعد كده. دي مجرد سكتشات احنا بنعتمد عليها عشان نوصل فكرتنا اسرع للناس، وبعد كده بناخد السكتشات دي ونحولها لشغل حقيقي. حلو حلو. طيب ان شاء الله تشوفوا يوم 9 نوفمبر باذن الله. بعدني بدي احكيك على هذا الموضوع، يعني مثل ما ذكرت لنا رح تنعرض هيدي المجموعه بالانترناشنال فاشن ويك بدبي يوم 9 نوفمبر، كم قطعه حتقدم من هيدي الكولكشن؟ من كولكشن لبنان في القلب هنقدم 3 قطع. اوكي، بقيه الكولكشن هو اسمه ايفان ادم، مستخدم قصه ادم وحواء، ممزوجه بالتراث المصري من الاول الفرعوني لغايه النوبي البدوي، يعني كل قطعه ليها روح كده مميزه. حلو حلو. طيب محمد، مثل ما ذكرنا قبل شوي انه حكينا عن مجموعه كمان حره يلي قدمتها دعما لفلسطين ببدايه 2024، الناس تفاعلوا معك على السوشيال ميديا بطريقه كثير حلوه، ولكن كان في اقبال على شراء هيدا النوع من الفساتين؟ طبعا الحمد لله، يعني انا على مستوى العالم كله احنا بنبيع خلال الموقع عندنا. اوكي، اوروبا، امريكا، العالم كله الحمد لله بسم الله. طب خلينا نحكي عن مجموعه لبنان، يعني انت بعضهم ما انعرضوا للناس انها تشتريها، بس يعني بناء على الديزاينز اللي انت قدمتها ديجيتال ديزاينز، هل حسيت في تفاعل كثير كبير من الجمهور وقالوا لك انه كانوا منتظرين انك تطلق هيدي الكولكشن؟ بيتخانقوا معي عشان اقبال عليها كمان. الحمد لله الحمد لله، بس ان شاء الله لما تتعرض على الطبيعه هتبان حلاوتها اكثر. يعني حلو حلو. طيب بين 42 قطعة قدمتها بمجموعة حرة، واليوم عم بتقدم 3 قطع بمجموعة لبنان، كيف جربت تنوع؟ مجموعة لبنان مش 3 قطع، اللي هتعرضت دبي هم 3 قطع. اوكي، هي كم قطعة؟ هم 12 قطعة. 12، اوكي، و42 قطعة لحرة. كيف جربت تنوع بيناتهم هالقطع لتتناسب مع كل السيدات اليوم بالعالم العربي؟ مجموعة حرة كان 42 قطعة اللي نزلوا بالـ AI أول السنة، لكن اللي تنفذ فعليا كان 83 قطعة. أوكي، 60 أوتفيت من أول الجراند سواري لغاية الكاجوال العادي.
لكل الاجسام لكل الاعمار. احنا مجموعه حره بالذات كنا قاصدين انها تخدم المراه العربيه بشكل عام بدون النظر لحجمها جسمها، هي مجموعه تناسب كل الاذواق. اوكي، يعني خلينا ننتقل شوي لموضوع الذكاء الاصطناعي. يعني محمد نور، كيف بتشوف الاعتماد على الـ AI غير كتير اشياء بعالم الفاشن؟ يعني احنا شفنا اول فاشن هاوس عمل فاشن شو افتراضي كان دولتشي اند جابانا، والقطع يلي انباعت كانت افتراضيه كمان، انعرضت كعملات رقميه، الناس بلشت تشتريها كعملات رقميه. ما بتفكر تعمل هيك شيء بالديزاينز يلي عرضتها كمان؟ لا، انا وجهه نظري كانت مختلفه شويه. انا كنت حابب اخلي اوظف الذكاء الصناعي ان هو يخدمني في التصميمات اللي انا بعملها. يعني احنا بنشتغل على قطع بنذاكر التفاصيل بتاعتها، بنوجه الاي اي ان احنا عايزين نعمل 1 2 3، وفي الاخر انا باخد سكتش بس من الاي اي. مش التارجت عندي ان انا اشتغل على الذكاء الصناعي بس. حلو حلو. أوكي. محمد نور، شكرا لك، واكيد ناطرين نشوف مجموعه لبنان بالقلب ب 9 نوفمبر بدبي اذا الله راد. إن شاء الله. شكرا لك. مرسي.